تحت شرف عبد الرحيم زويري وصدق بالعيد حفل توقيع اتفاقية بين الجامعة الحرة بتونس ومركز الدراسات والتكوين ليستفيم بوجو. تتمثل الشراكة هذه في تمكين الطلبة اختصاص صيانة السيارات من ورشات تدريبية داخل الشركة وعلى يد الكفاءات التابعين لها. وتندرج الشراكة هذه في إرسال تقاليد بين المؤسستين تساعد على تدريب طلبة الجامعة الحرة بتونس على أحدث تكنولوجيا لصيانة السيارات قصد تأهيلهم إلى دخول سوق الشغل.